السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فمع الأسف الشديد هذا الوضع حول الكورونا فيروس لا زال معقد وسيتعقد أكثر، يعني شهر 6 و7 سيتعقد أكثر. مع الأسف الشديد العالم يتجه إلى المجهول، ولا أحد يتوقع ولا أحد يتكهن بأي شيء، ولا تقدر أي دولة على المغامرة، وأي دولة تحاول أي مغامرة سترمي بمواطنها إلى الهلاك. ثم يعني نحن في المغرب مع الأسف الشديد لاحظوا أن البؤر، هذه الأخطاء، البؤر تساوي أخطاء. العدد كان سينخفض في هذا الأسبوع، أكيد كان العدد سينخفض، ولكن الأخطاء والتهور والاستهتار طبعا لا يمكن أن تتوقع أو تحسب أشياء رياضيا، ويعني في عوامل أخرى أنت تحسبها أنها غير موجودة، ولكن هي موجودة. هذه العوامل يعني تضرب كل شيء في صفر، ثم نعود إلى الصفر. فيعني النقطة الأولى، هذه الأخطاء يجب أن تصحح. إذا كان هناك مرافق مفتوحة يجب أن تغلق، يجب أن تمنع هذه الأشياء التي تباع على الأرصفة والازدحام الناس، يجب أن تصحح هذه الأخطاء. بدون تصحيح هذه الأخطاء سنبقى هكذا. الأمر الثالث، فالمواطن محبوس في منزله. لماذا هناك مواطن يقبل الحجر الصحي ويتحمل ويصبر؟ هو محبوس وأطفاله. لماذا هناك مواطن آخر لا يريد أن يحبس في منزله؟ لماذا؟ هناك مواطنين الآن يعني واعين ومحبوسين في منازلهم ويتحملون ويصبرون، وهناك مواطنين آخرين لا يحترمون الحجر الصحي ولا ليسوا في هذا العالم. فقط يعني مواطن في نفس الحي، ربما في نفس المدينة. لماذا أشخاص محبوسين أكثر الآن من شهرين؟ لماذا هناك أشخاص لا يقبلون هذا الحجر الصحي؟ وهذه الأخطاء، هذه اللامبالاة وهذا اللاوعي كذلك سيزيد الأمور تعقيد. هذه الأشياء يجب أن لا تكون. هذا فقط. ثم الأشياء الأخرى، أن منظمة الصحة العالمية إلى حد الآن لا زالت تصرح رسميا بأن ليس هناك علاج ولا دواء. رسميا تصرح بأن ليس هناك علاج ولا دواء، وأن لا يعول الناس على الدواء ولا على العلاج، وأن ينتبهوا جيدا، وأشياء يعني نقولها ونحن، فالله سبحانه وتعالى وحده يعلم ما بداخلنا، ونحن نعلم خطورة هذا الفيروس. والله والله وحده يعلم ما بداخلنا. هناك أشياء ممكن نتكلم فيها، هناك أشياء لا يمكن أن نتكلم فيها. فقط الذي ممكن يعني أن ننصحكم به، حاولوا ما أمكن أن لا يصل الفيروس إلى أجسامكم. الشيء الذي ممكن أن نقوله، حاولوا ما أمكن بأي طريقة أن لا يصل الفيروس إلى جسمك. يعني سجلت بالفرنسية وبالإنجليزية نفس الشيء، حاولوا ما أمكن أن لا يصل الفيروس إلى جسمك، وتحمل واصبر وجميع الطرق. المهم أن لا يصل الفيروس إلى جسمك، وإلا فستدخل في المجهول. إذا وصلك الفيروس ستدخل في المجهول، لأن الآن هؤلاء الذين استبعدوا ليس لديهم فيروس، فهم كانوا مخالطين للذين الآن لديهم فيروس، والذين ربما منهم من توفى. هؤلاء الذين استبعدوا كانوا خالطوا الذين توفوا في الأسبوع يعني الثالث من شهر مارس. ثم الحالات الآن التي تعالجت، هل تعالجت؟ أنا لا أظن. فهي تحس بصحة جيدة، نعم، الأعراض كذا، وحتى المختبر يقول بأن الاي جي جي الاي جي ام انخفض والفيروس أصبح صفر، نعم، لكن هل تعالجت أم أن الفيروس يعني على شكل آخر ولا زال هناك؟ النقطة الثالثة وهي أخطر نقطة، هناك أشخاص حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، هو بصحة جيدة ولا يحس بأي شيء لكنه حامل للفيروس، وهؤلاء هم الذين سيوزعون الفيروس على باقي السكان. ولذلك احذروا، يكون حذر، ولا تخالطوا أي أحد. ويعني هناك من بدأ الآن يرتخي ويتهور، يقول 2000 حالة تعالجت، 100 حالة تعالجت، 200 حالة تعالجت.
لا ندري هل تعالجت أم ماذا، أم هذا الفيروس نائم عند هؤلاء، لا ندري ولا أحد يدري. وخاص علماء علم الجراثيم هم الذين يعلمون هذه الأشياء، علماء علم الجراثيم هم الذين يعلمون هذه الميكانيزمات عند الفيروسات وعند البكتيريا وعند هذه الأشياء، ولا أحد آخر يقدر على تحليل الوضع ولا أي شيء. فيعني هذه الحالات التي استبعدت لأن ليس لديها الفيروس والآن هي مرتاحة، يجب أن تبقى تحت المراقبة لأنها خالطت الذين توفوا. ثم الأشخاص الذين تعالجوا، يعني قالوا عنهم أنهم تعالجوا، أن يبقوا تحت المراقبة وأن لا يخالطوا الناس. ثم الأشخاص الآن غير معروفين حاملين للفيروس، ونحن متأكدون أن آلاف الأشخاص في هذه البلدان، المغرب وتونس والجزائر على الخصوص، آلاف الأشخاص الآن حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أعراض، يعيشون بين، يعني يعيشون مع أهاليهم وربما يذهبون إلى العمل وليس لديهم أعراض، ولا يمكن أن نعرف هؤلاء، لا يمكن. إذا لم يخالطوا أو يعني تجرى لهم تحليلة بالصدفة سنعرفهم بالصدفة فقط، أما هم وبالآلاف ليس بالمئات حاملين للفيروس، هم سيوزعون الفيروس لأشخاص آخرين. لا قدر الله هذا الشخص خالط شخص لديه مناعة منخفضة فسيؤذيه، سيؤذيه. لنفرض أن الشخص لديه ارتفاع الضغط ومرض القلب والشرايين، أو يأخذ كورتيكويدات لديه أمراض مناعية ذاتية أو شيء هكذا، وخالط هذا الشخص الذي هو بصحة جيدة وحامل للفيروس فستكون كارثة. هذه الأشياء يجب أن تفهموها جيدا، الأشياء التي ممكن يعني أن نخبركم بها، هناك أشياء وراء هذه الأشياء. الآن لاحظوا أن يعني هذا الحديث السياسي والحديث العلمي وجميع المناقشات السياسية والتحاليل السياسية والمناقشات العلمية الآن كثرت في الوقت الأخير، كثرت وهناك أشياء غريبة بدأ الناس يسمعونها، ففي الوقت الحالي لا نحتاج هذه الأشياء ولا تفيدنا في شيء، لا تفيدكم في شيء. حاولوا أن لا يصل الفيروس إلى أجسامكم، وإلا ستدخلون في المجهول. النقطة الثانية، حاولوا أن تكون لديكم مناعة مرتفعة، لا تتهوروا، أن تكون الحالة النفسية جيدة، لا تتوتروا ولا تقلقوا ولا تضجروا ولا تغضبوا. حاول الإنسان أن، لماذا؟ لأن إذا آمنت بأنك تعيش تحت كارثة، أنك تواجه كارثة، حتى الحالة النفسية يعني طبعا ستتحسن، سترتفع. يجب أن تعلم بأنك تواجه كارثة، وأكيد لما يعني تؤمن بأنك تواجه كارثة فحالتك النفسية ستكون جيدة. يعني لا تغضب، لا تقول لماذا أنا أبقى في منزلي ولماذا أحبس. نعم، لكن إذا قلت أنني محبوس في منزلي لأنني لأنني أتفادى خطر لأنني أواجه كارثة، فربما يعني هذا نفسيتك سترتفع. ثم النظام الغذائي، ثم المكملات. سأبقى أذكركم لأن الحل الوحيد الذي لديكم هو مناعة الجسم، وإياكم أن يلعبوا لكم بالكلمات ثم يضللونكم. علاج الكورونا فيروس بالقرف والقرفة، نحن لم نقل هذه الأشياء، رفع المناعة لكي تقدروا على هذا الفيروس. واستنشقوا القرنفل والقرفة في الليل في رمضان وليس بالنهار، في الليل مرة واحدة وشيء قليل، شيء قليل، يعني هذه بإصبعك من قرفة أو قرنفل في ماء دافئ وتستنشق. نحن تكلمنا عن استنشاق القرنفل والقرفة يعني لتنظيف الجيوب الأنفية بالنسبة للأشخاص الذين يخرجون للعمل، بالنسبة للذين يخرجون للعلم، الذين لا يخرجون لا يحتاجون استنشاق هذه الأشياء، لأن من أين سيأتيهم الفيروس؟ ثم هذه الأشياء إياكم أن تنسوها، وإياكم والتضليل. ثم أن تبقوا على النظام الغذائي الذي حددناه، لأن مع الأسف الشديد وشيء يدمى له القلب، يدمى له القلب، أننا نواجه كارثة وأن الإنسان محتاج إلى جسمه وليس له سلاح واحد. أن جسم صحة، أن جسمه يكون بصحة جيدة، ليس لديك سلاح، لا دواء ولا لقحة ولا أي شيء، لديك جسمك يجب أن يكون بصحة جيدة كي يقاوم لا قدر الله وأصبت بهذه الكارثة. ومع ذلك هناك من يخرب مناعته بيده ويخرب جسمه بيده،
هناك أشخاص الآن يشترون حلويات، ولدينا نحن في المغرب، هذه المغرب والجزائر كذلك، لدينا هذه الكارثة الشباكية والزلابية. لا زال الناس يستهلكون حلويات ومشروبات غازية، ولا زال الناس يأكلون المصبرات، ولا زال الناس يأكلون مقليات، ولا زال الناس يأكلون يعني أشياء في الليل وأشياء هكذا، شيء يدمى له القلب. يعني أنت محتاج لمناعتك، وأنت صائم، وأنت محتاج لجسمك يكون بصحة جيدة. لا قدر الله أصبت بهذه الكارثة، ممكن يعني أن تخرج منها ثم تحطم صحتك وتحطم مناعتك وتخرب كل شيء في جسمك بيدك أنت، بيدك تخربه أنت بيدك. ولدينا ما نأكل في المغرب، في المغرب لدينا ما نأكل، لدينا خضر وفواكه، وفواكه جافة وتمر وتين ولوز وجوز وخضر وفواكه، لدينا حبوب بقوليات، لدينا سمك زيت زيتون، أشياء كثيرة يأكلها الناس. ممكن أن يطبخ الناس في منازلهم وأن يكتفوا بوجبة جيدة نظيفة نظيفة قوية مطبوخة بزيت الزيتون. ولا تنسوا النظام الذي حددناه، إنه هو النظام الذي بدأوا يتكلمون عنه في أمريكا وفي أوروبا، ورجعوا أخيرا إلى النظام النباتي. ملاحظتم أن بعض التلفزيونات الآن يعني كلهم الآن ينصحون بالنظام النباتي الذي نصح به فايد في أول أسبوع من شهر مارس، إذا تذكرتم النظام النباتي، معه سمك، ممنوع السكر واللحوم والزيوت والمقليات والمصبرات والمشروبات الغازية والحلويات، أشياء هذه. وأن تصوموا بوجبة واحدة، وجبة الإفطار، وجبة الإفطار تأكل فيها أشياء فقط، ليس هناك أكل في الليل، لأن الأكل في الليل سيتسبب لك في خمول وكسل وضجر و السحور شيء بسيط، فاكهة ماء شيء هكذا. وإياكم أن تنسوا النظام الغذائي، التوابل الذي تكلم عنها محمد فايد، البدرات هذه السمسم والكتان والحبة السوداء والحلبة وحبر شاد ويانسون وشمرة، وهذه أشياء تكون في الطبيخ ولا تكتيروا ولا تكتيروا. ثم البقوليات عوض اللحوم، البقوليات عوض اللحوم، إذا شربت يعني حريرة، إذا أخ تناولت حريرة فيها حمص وعدس فلديك كمية بروتين تصوم بها 20 ساعة، لا تبحث عن أي شيء آخر، أو حساء شعير أو حساء فول أو شوربة خضر بالسمك، شوربة سمك أو شوربة خضر أو شوربة خضر مع سمك، سمك فيه بروتينات والسمك لا يضر الجسم، يعني يكون يعني. ثم الأعشاب التي تشرب لا تنسوها، ثم المكملات، غذاء الملكة أكبر. وإياكم أن تشتروا أي شيء، وأنا لم أنصح، لم أنصح بخلطات في العسل، أؤكد، ولا أنصح بخلطة بروبوليس أو غذاء الملكة مع العسل. اشتروا غذاء الملكة على شكل كبسولات، واشتروا أكبر على شكل كبسولات 500 ميلي جرام، تباع، هناك شركات تبيع على الانترنت، ممكن يعني أن تطلبوها على الانترنت وتأتيك إلى منزلك، وثمنها أرخص من الخلطة التي تشتريها مع العسل. وأي منتوج محلي أنا أحذر منه، وتحملوا مسؤوليتكم، أي منتوج محلي هو غير مضمون، المنتوجات التي تشترونها من الشركات الكبرى بالانترنت هي مضمونة، مضمونة يعني ومدققة وفي المختبر، وخضعت لتحاوى وخضعت ولديها ترخيص وخضعت لتحاليل. أؤكد عليكم فقط إخواننا الذين يعيشون في البلدان الأوروبية والأمريكية، لديكم بروبوليس جيد، أكبر جيد، لديكم غذاء الملكات كذلك جيد، إما إبر تشرب، إما يعني كبسولات، أشياء هكذا تطلع. عموما جرام غذاء الملكات في اليوم، وجرام من الأكبر في اليوم، بروبوليس جرام في اليوم جيد. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ليس لديهم أعراض، الذين لديهم أعراض وبوزيتيف يعني طلعوا إيجابي في التحليلة، يتناولوا 2 جرام بروبوليس و1 جرام غذاء ملكات فقط، 2 جرام بروبوليس. أو إذا لم يكن لديكم يعني أمل، فالبروبوليس لوحدها كافية، بروبوليس لوحدها، العكبر لوحده كافي، لا داعي له. ثم المكملات الأخرى ربما تفيدكم لأمراض أخرى، ولكن في هذه الحالة لا داعي إلى إكتاب مكملات وصرف الأموال في هذه الأشياء لأنها غالية. فقط أكبر النحل، ثم أوراق الزيتون موجودة تشربونها، ثم الأشياء هذه التي تشرب على شكل شرب، جميع الأشياء الأعشاب التي تغلى في الماء وتشرب كلها تساعد الجسم على التخلص من الفيروسات. لما تصاب بزكام عادي لما يصاب الشخص بزكام عادي ماذا يعمل؟ دائما يبحث عن أشياء
يشرب أشياء ساخنة.